ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. How are you, أنايا؟ كيف حالك؟ I hope you're fine, إن شاء الله. This is your course plan for this month, إن شاء الله. We will continue our memorization from جزء عامة. إن شاء الله we will take سورة العلق. Okay. We can finish all of سورة العلق or we can take part of it, إن شاء الله. Okay. I will recite it for you. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم. الذي علم بالقلم. علم الإنسان ما لم يعلم. كلا إن الإنسان ليطغى. أن رآه استغنى. إن إلى ربك الرجعى. أرأيت الذي ينهى. عبدا إذا صلى. أرأيت إن كان على الهدى. أو أمر بالتقوى. أرأيت إن كذب وتولى. ألم يعلم بأن الله يرى. كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية. ناصية كاذبة خاطئة. فليدع ناديه. سندع الزبانية. كلا لا تطعه واسجد واقترب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا إله إلا الله محمد رسول الله.